كل التحية لكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. زي ما أنتم متعودين كل يوم هنكون في رسائل خاصة هنا من أسبانيا وتغطية لمعسكر فريق النادي الأهلي استعدادا للموسم الحالي والموسم القادم. إن شاء الله بإذن الله يكون معسكر على أعلى مستوى، زي ما أكدنا وقلنا اختيار مميز بالنسبة للمنتجع المتواجدين فيه، ملاعب على أعلى مستوى، أيضا كمان التدريبات فيها جدية بشكل كبير جدا للعيبة النادي الأهلي. مستر مارتن لاسارتي والجهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ يعني عاملين طبعا تركيز كبير جدا، لان المرحله مهمه لسه، زي ما بنقول الدوري ما انتهاش ولسه عندنا موسم جديد، فده يمكن عامل لود شويه على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني. الترتيبات ولجنه التخطيط كمان بتحاول ان هي تلم كل الامور، الصفقات، اللعيبه. طبعا يمكن اكيد كلنا كنا يعني في حاله حزن كبيره جدا امس بعد خروج منتخبنا الوطني، وتاثر كبير جدا للعيبه النادي الاهلي اللي كانت بتتابع المباراه. كنا نتمنى ان احنا طبعا يعني البطوله على ارضنا وفي وسط جمهورنا، والجمهور كان ليه تاثير كبير جدا، كنا بنتمنى ان احنا نرفع كاس البطوله، لكن قدر الله ما شاء فعل. خلاص يمكن باكد كمان لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله هتنضم الى معسكر اسبانيا، سواء مروان محسن الشناوي، ايمن اشرف، كل اللعيبه طبعا بشكل عام هتنضم الى المعسكر الخاص في اسبانيا لاستكمال بقى الصفوف. يمكن عندنا نقص عددي واستعنا بعدد كبير من الناشئين في هذا المعسكر، لكن خلاص بعد خروج منتخبنا الوطني ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تنضم خلال 48 ساعه القادمه استعدادا للثلاث مباريات اللي تم تحديدهم من قبل الجهاز الفني بقياده كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر مارتن لاسارتي. المباراه هتكون على هذا الملعب. مباراه الغد هي مباراه امام سوكر سمارت، ده احد الانديه الاسبانيه، يمكن هو من الدرجه الثالثه، يمكن الناس ممكن تقول الدرجه الثالثه، لكن ده امر مهم جدا حابين ان احنا نوضحه. مستر مارتن لاسارتي او الجهاز الفني عايز يبقى فيه تدرج في المستوى، اكيد كان في المستطاع ان احنا نقدر نجيب فرق قويه جدا وفرق مميزه جدا، لكن تدريجيا عشان المعسكر يكون فيه فايده فنيه بشكل كبير جدا لابد يكون فيه تدرج في المستوى، درجه ثانيه ثم درجه اولى ثم درجه ثالثه. اكيد طبعا ده اختيار يعني كل الاحترام طبعا للجهاز الفني. ان شاء الله تكون مباراه جيده، مباراه تكون قويه على هذا الملعب. زي ما اكدنا وقلنا احنا في منطقه الجورفا بأليكانتي، الملعب مميز جدا، الجو صباحا بيكون في شمس، في بعض الرطوبه شويه، لكن بالليل بيكون الجو مميز جدا، يعني نقدر نقول شبيه لمصر فيه الجو بالليل، بالذات من الساعه 6 لغايه الساعه 11 او 12 بالليل الجو بيكون مميز جدا. التوقيت بتاع المباراه زي ما اكدنا وقلنا 6:30 بتوقيت القاهره، هو 6:30 بتوقيت أليكانتي وهو موعد المباراه. زي ما احنا شايفين كمان دلوقتي تدريب الثاني للنادي الاهلي على ملعب الجورفا، طبعا اللي اكيد بنقول ملعب مميز، هو ملعب صغير شويه لكن ارضيه الملعب مميزه جدا. لعيبه النادي الاهلي في شغل كبير جدا بيبذل بدنيا وفنيا، زي ما اكدنا وقلنا الجهاز الفني بيحاول ان هو يوزع الحمل التدريبي صباحا ومساء. النهارده في تدريبين، تدريب صباحي زي ما احنا شايفين دلوقتي، وتدريب مساء هيكون في تمام الساعه 6:30. تابعونا وانتظرونا كل مشاهدينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ورسائل خاصه فقط على شاشه النادي الاهلي.